توالت الأحداث بشكل متسارع على منطقة الشمال السوري، وأثرت الحرب بشكل كبير على عدة مواقع أثرية فيها، ولكن الجهات التركية ساهمت بشكل كبير بإعادة المنطقة لسابق عهدها، وفي بعض الأحيان أفضل مما كانت عليه. في تقريرنا اليوم نزور مدينة النبي هوري في عفرين لننقل لكم جانباً من أعمال الترميم التي تقوم بها الجهات التركية فيها. تقع مدينة النبي هوري شمال شرقي مدينة عفرين بنحو 45 كيلومتراً، ويمر إلى الشرق منها نهر صابون. يوجد فيها قلعة أثرية، وتتميز بأنها مركز ديني وعسكري مهم. تعتبر اليوم موقعاً أثرياً وسياحياً غاية في الأهمية، ويحيط بالمدينة بالكامل سور يعود للعصر البيزنطي. تخترق السور أربع بوابات من الجهات الأربع، ويتكون الجهاز الدفاعي من أسوار وأبراج وحصن إسلامي يتوضع في الجزء المرتفع من المدينة. المدفن يتوضع في الجهة الجنوبية من الموقع، ويعرف حالياً من قبل أهالي المنطقة بضريح النبي هوري. يعود تاريخ المدفن إلى القرن الثاني أو بداية القرن الثالث الميلادي، ويعود إلى قائد روماني ثم إلى أحد رجال الدين المسيحيين. ففي العهد البيزنطي تحولت هذه المدينة إلى مدينة مسيحية بيزنطية ضمت 10 كنائس وأسقفية. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.